ومعنا هنا في الاستوديو الباحث في موارد الطاقة الشرق أوسطية بجامعة هارفارد السيد جوستن دارجين. مرحبا بك سيد دارجين. برأيك هل الثورات العربية أو ما يطلق على اسم الربيع العربي هو نابع من الشارع، من صميم الشارع العربي، أم أن هناك مخططات خارجية هي من تقف وراء هذه الهبات الشعبية كما يرى الكثيرون؟ نعم نعم، أنا أعرف أولا يعني موجود الموقف يعني بالنسبة للبلدان العربية يعني أنه يعني موجودة شجاعة ديمقراطية يعني من البلدان الغربية يعني بالداخل البلدان العربية يعني من زمان حتى يعني من الثمانيات والحجي. بس إذا نحن شفنا المنطقة يعني كعرب كان عندهم المشاكل يعني مشاكل داخلية يعني في بلدانهم، مثلا في أي بلد عربي ممكن برا من الخليج يعني موجود الفقر، موجود البطالة، موجود الظلم، يعني موجود الفساد والرشوة إلى آخره. سو يعني كان عندنا أسباب كثيرة بالنسبة يعني للخروج في احتجاجات إلى الشارع. والله صحيح، والله صحيح. نعم. سو يعني أنا أظن يعني برأيي يعني البلدان الغربية ما كانت يعني تجعل المشاكل في البلدان العربية، بس في بعض البلدان يعني تبغى يعني تنجح من الوضع الحين يعني في البلدان العربية، بس أنا ما أظن يعني هذا بدأت يعني من برا من البلدان العربية، لا موجودة مشاكل كثيرة بالداخل البلد والناس يعني كانوا يعني زعلانين من البداية. نعم، وإلى أي حد ترى وجود رابط بين ما يجري في البلاد العربية من أحداث وتقاسم موارد الطاقة كما جرى في ليبيا؟ نعم، وفي نفس الوقت يعني مثل أنا قلت من قبل يعني موجود البلدان بخصوص إذا نحن شفنا البلدان عندهم يعني الفائدة يعني من الفوضى في ليبيا مثلا هم القوات المستعمرة السابقة يعني في أفريقيا، يعني نحن شفنا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، والكمان يعني هم كانوا القوات يعني من الذي عنده فقر؟ تقصد إيطاليا، الدول التي استعمرت ليبيا من قبل؟ أنا أظن يعني برأيي يعني موجود القربة يعني بين يعني بلدان غربية. نعم. يعني الذين يعني كانوا يعني في أفريقيا من قبل، والكمان يعني بخلف يعني بخلف الحجمات الجوية يعني في ليبيا الحين، يعني موجود الاتفاق يعني بينهم، موجود علاقة يعني بينهم، بس أظن في نفس الوقت يعني ما بدأت المشاكل في ليبيا من البداية، لا يعني مشاكل في ليبيا بدأت يعني من الأسباب الداخلية في ليبيا، بس موجود البلدان لكن لم نكن نسمع عنها في ليبيا، لم نكن نسمع عن أن هناك مشاكل في ليبيا، حتى الوضع وضع المواطن كما تابعنا عدة شهادات أن كان الوضع جيد وأفضل بكثير مما هو عليه الآن. نعم نعم صح، بس إذا نحن شفنا في كل بلد يعني مو 100% من السكان يعني مبسوطين، يعني إذا نحن شفنا أمريكا، نحن شفنا أوروبا وبريطانيا فرنسا إيطاليا، يعني مو موجود يعني 100% من السكان يعني مبسوطين يعني من الحكومة. فقر موجود في كل العالم طبعا، موجود البطالة لأخره. سو يعني المشكلة الوحدة إذا نحن شفنا يعني ليبيا طبعا موجود ناس يعني زعلانين، بس موجود ناس زعلانين يعني كمان يعني في أوروبا، يعني كمان يعني إذا نحن شفنا الأزمة التجارية يعني، بس أظن موجود المشاكل يعني تحت يعني مشاكل يعني داخلية يعني بالنسبة للبلد يعني، وبعد شوية يعني نحن شفنا ممكن البلدان من برا كانت تبغى يعني تحصل على فايدة يعني من المشاكل، يعني مثلا إذا نحن شفنا ليبيا بخصوصا. سو يعني بعد المشاكل بدأت يعني في ليبيا، يعني هناك مطامع في الثروات الليبية. نعم. وهناك مصلحة نعم. لمن يريد هذه الثروات أن تكون هناك فوضى. نعم. هذا ما تقصده؟ نعم قصدي هذا يعني، وممكن تبغى يعني يعني تستفيد يعني من هذا فوضى يعني منها، بس أنا ما أظن يعني بدأت المشاكل الداخلية يعني في ليبيا بالذات، بس يعني لما شافوا يعني مشاكل بداخل البلد تبغى تستفيد يعني من الفوضى منها، وشنو أهم في ليبيا يعني مجال الطاقة والنفط وغاز. نعم. برأيك أين تتقاطع مصالح واشنطن مع هذه الثورات؟
نعم، والهذا يعني مختلف، يعني هذا يختلف يعني على حسب البلد. نعم. So إذا نحن شايف مصر يعني مثلاً، يعني الرئيس السابق يعني هو كان الحلف الجو. حليف كان حليف. أيوة كبير حليف يعني. واشنطن. أيوة يعني ما واشنطن. نعم. So يعني سقوطه، يعني أنا ما أظن يعني واشنطن يعني تستفيد يعني من سقوطه، يعني أنا ما أظن هذا. بس إذا نحن شايفنا يعني ليبيا أو ممكن سوريا، أيوة موجود الفايدة يعني كبيرة يعني بالنسبة لسقوط النظام. So يعني هذا على حسب البلد. So يعني مثلا بالنسبة ليبيا طبعا يعني موجود الفايدة، يعني إذا قذافي يعني هو طلع يعني من القوة، يعني والكمان يعني موجود مساحة يعني للشركات النفط يعني من الغرب، يعني ممكن عندنا دور يعني في هذا المجال. بس إذا نحن شفنا مصر يعني موجود الخوف يعني من واشنطن وحتى البلدان الأوروبية عن شنو حيكون الشكل للحكومة الجديدة في مصر إذا سكان يعني عندهم تصويت، يعني سو يخافون يعني مثلا ممكن حيكون الإسلاميين يعني في حكومة الإخوان إلى آخره. سو هذا الخوف يعني من واشنطن. سو هذا على حسب البلد، يعني سو ماكو يعني أي موقف واحد لكل منطقة العربية حسب كل دولة. نعم. نعم هناك مصالح معينة حسب المنطقة. نعم، وكيف تنظر إلى الموقفين الروسي والصيني مما يحدث في المنطقة العربية؟ نعم، بعد المشاكل صارت يعني في ليبيا، يعني روسيا والصين يعني كانوا زعلانين بالنسبة الدور غربي يعني في ليبيا، وبخصوص يعني بعد السقوط يعني طرابلس. يعني وأنا أظن يعني هذا كان يقود الموقفين يعني بالنسبة لسوريا. سو إذا نحن شايف يعني روسيا والصين يعني رفضوا أي حصار يعني أكثر يعني عن سوريا، يعني على حسب يعني هم شافوا يعني شنو الغرب يعني سووا يعني في ليبيا. سو ليبيا كانت يعني تلعب الدور يعني كبير بالنسبة الموقفين يعني في روسيا وحتى الصين، ونحن حنشوف يعني في المستقبل يعني لأي مشاكل يعني في العالم العربي أو حتى يعني برا، يعني ممكن روسيا والصين يعني هيتعاونون يعني مع بعض وحتى جنوب أفريقيا وممكن برازيل إلى آخره، علشان هم فكروا إذا سنشهد نظام عالمي جديد. أيوة، والممكن فكروا يعني هذا استعمار جديد واحتلال. نعم. جديد شوية. So يعني لأنه دائما تفردت في الفترة في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة. صحيح. بحكم العالم أو بتسيير العالم، الآن هناك روسيا والصين ودول تقول كلمتها. أيوة، وهي نقطة صح، هي نقطة مهمة، علشان هم شافوا يعني هذا مو بس الأمريكا، يعني كمان يعني هذا كل غرب يعني ممكن يتعاونون مع بعض. نعم. يعني سو موجود فرق، يعني سو هذا مو unilateralism مثلا، هذا multilateralism بس من الجانب غربي يعني ضد الكل، يعني سو. نعم. هم يفكرون. نعم. حجي. أوكي. نعم، وصلت الفكرة. الباحث في موارد الطاقة الشرق أوسطية بجامعة هارفارد السيد جوستن دارجين، شكرا جزيلا لك. شكرا على الحضور. عفوا.